وصلنا وصلنا لاكتشاف العوق. أنا المغامر خليفة المزروعي، وأخذكم في رحلة استكشافية للمجهول. من أعلى الجبال إلى باطن الأرض. خليه يا أخواني، فوق هذا الحصى جبل كبير وعماق المحيطات، وسأريكم كيفية البقاء على قيد الحياة في أخطر الأماكن حول العالم. في برنامج خليفة المزروعي مع المجهول. نحن الحين باتجاه الجزيرة، لكن الهواء جدا قوي يدفعني للخارج، لكن بسرعة قصوى أحاول أن أتجه مباشرة إلى الجزيرة. حتى عندي طرف القارب مرفوع بالطريقة هذه، جدا خطر لا ينقلب عليه القارب، لكن الهواء يدفعنا الحين بالجهة الشمالية. أنت ما تشوفون، أنا أحاول أني أوازن قد ما أقدر. جدا خطر، جدا خطر، نعم جدا خطر. هذه هي الجزيرة، هي قريب منها، لكن أحاول أني أحصل لي مكان أقدر أدخل منه. الأماكن جميعها مسكرة بشجر القرم، والماء عندي هني يعني غير عميق أبداً. بس ما تشوفون الماء عندي غير عميق، فيسبب عندي خطر شديد إنه ينكسر عندي الدفة الخلفية للقارب. بس ما تشوفون، أحاول أثبت الحبال أسب إني أنا أقدر أتجه إلى الجزيرة، لكن عندي صعوبة بسبب الهواء. الهواء يدفعني للخارج. أحاول أثبت الشراع حسب إنه ما يجلبني الهواء، ما يقدر يجلبني الحين. الحين أقدر أتقدم إلى الأمام بعد ما وزنت الطرف اليمين، ما يكون عندي أي خطورة. ما في أي مدخل، ما في أي مدخل، أي مدخل. الحين بدأ يرتفع عندي الطرف اليسار، وهذا يشكل خطر جدا كبير علي. حاول نتجه عكس الهواء وناخذ الهواء بطريقة زقزاقية عشان اني اقدر اتقدم الى الامام. نحن الحين قريبين جدا من مدخل للجزيرة، اتوقع ان في مدخل عندي بالطرف اليمين. انا الحين متجه الى جزيرة مهجورة، ما فيها اي شخص يعيش فيها، ما فيها اي اساليب للنجاة. احاول اوفر ماء، ما عندي اي شيء، ما عندي ماء، ما عندي طعام، ما عندي سكين غير قاربي وملابسي، ما عندي اي شيء. فحاول الحين اتجه الى الجزيرة واتعايش فيها بالعزلة لمدة يومين، واتعايش في الجزيرة لمدة يومين. الحمد لله حصلت لي مكان، هذه ثغرة تدخلني للجزيرة. الحين أنا بتجه لها. الماء هني تقريبا عميق، بحاول إني أتقرب عشان أقدر أنزل عشان ما تنكسر عندي الدفة الخلفية للقارب. الحين برفع الدفة الخلفية للقارب، يوم بكون جاهز أحاول الحين أتقرب أكثر وأكثر. بوقف القارب في هذا المكان، بحاول إني أنزل. أوه.
هذا هو المدخل الوحيد كان للجزيرة. أحاول استكشف هذا المكان. راح استكشف هذا المكان. هذا هو المدخل الوحيد للجزيرة. بعد معاناة ساعة كاملة للبحث عن مدخل، حصلت مدخل والحمد لله. أحاول أثبت القارب بشكل جيد عشان ما يأخذ التيار أو المد أو الجزر. هذا هو كان المدخل الوحيد للجزيرة. استغرقت تقريبا رحلتي في البحر 3 ساعات، وساعة كاملة كنت أبحث عن مدخل والحمد لله حصلنا مدخل. الجو حار جدا جدا جدا، الجو حار. فالحين اول ما توصل جزيرة، اول شيء لا تكون مشتت الفكر او خايف او مضطرب، حاول تكون هادي، حاول قد ما تقدر انك تهدي من نفسك زين، عسب انك تقدر تتصرف. اول حل تسويه وهو انك تمشي حول الجزيرة، ممكن تحصل غراش، ممكن تحصل اكياس، ممكن تحصل حبال ممكن تساعدك للتعايش في الجزيرة. فحاول انك ما تكون مضطرب او ما تكون خايف، حاول تكون هادي وتهدي نفسك، وتحاول انك تدور على اطراف الجزيرة، لان دوم الناس تبدي ترمي القمامة في البحار، فالبحار فيها امواج والمد والجزر، فتنجرف هذه القمامة الى الجزر والى السواحل. فحاول تبحث وممكن تحصل لك شيء. فانا الحين اول شيء بسويه بهدي من نفسي، بحاول اريح لان ما عندي ماي، فحاول قد ما اقدر اريح نفسي واكون هادي عسب اني اقدر اول شيء احصل لي ماي، اقدر احصل لي مأوى او طعام، او ابحث عن طريقة للمساعدة للخروج من هذا المكان. فلازم تكون هادي وتحاول تبحث عن وسيلة انك تريح فيها نفسك، تحصل ماي، تحصل مأوى، وتحاول انه تسوي طريقة اللي يحاول يحصلك او يبحث عنك يقدر يحصلك بكل سهولة. فالحين بحرك وبتجه واحاول البحث عن شيء اقدر استخدمه واقدر اشعل فيه نار عسب انها تنشاف من بعد، ويقدرون يساعدوني او الطواري اللي تبحث عني تقدر تشوف الدخان هذا من مسافة بعيدة ويقدرون فيه يساعدوني. اول شيء قبل لا الف على الجزيرة احاول اوقي نفسي من الشمس والحرارة الشمس، احاول اغطي راسي، اهم شيء تغطي راسك. فالحين بستخدم التيشيرت الداخلي وبغطي فيه راسي. الحين عندي مشكلة، يوم نزلت من القارب دخلت في الماي، فسبب لي عندي رطوبة في الجوتي نفسه، فهذا بيسبب لي زكام أو حمى أو مرض، فحاول أبعد من هذا الشيء. هذا آخر شيء تتمناه أنه يصيب لك مرض أو جرح أو أي شيء. فالحين بجفف الجراب اللي عندي، لكن بخلي الجوتي لأني لازم ألف على الجزيرة، فما بأصيب بأي جرح يمكن يسبب لي حمى أو مرض أو تعب. نفس ما تشوفون الأشجار هني جدا كثيفة، هذه هي أشجار القرم، فبنحاول نبحث بين أشجار القرم ممكن نحصل على أشياء تقدر تساعدني في التعايش في المكان هذا، أو أقدر أني أنا أكل أو يساعدني في الأكل. فبحاول أبحث عن بعض الحيوانات، ممكن أحصل على السلطعون أو بعض القواقع أو الأسماك،
بحاول البحث بين أشجار القرم، يمكن أنا أحصل لي شيء يساعدني. لكن الأشجار هنا جدا كثيفة، قد ما تقدر لا تحاول أنك تجرح نفسك، لأنه يمكن هذا الشيء يأثر عليك ويسبب لك مرض، وهالمكان كثير بالذباب، فحاول أنك تبعد عن الأشياء اللي تسبب بالمرض أو جرح أو أي شيء، لأن آخر شيء تتمناه في هذا المكان تصاب بمرض خطير. آخر شيء تتمناه في هذا المكان أنك تصاب بمرض خطير أو حمى أو أي شيء يسبب في ضعفك وما تقدر أنك تتعايش في الجزيرة. لا سمح الله أن جرحت في هذه الجزيرة بسبب كثافة الأشجار هني، على طول استخدم أوراق الشجر نفس ما تشوف وهرسها وحطها على الجرح، على طول بتحميك من البكتيريا وأنها تسبب لك المرض، لأن إذا تسبب لك مرض في هذه الجزيرة خلاص بتكون جدا منهك، بتصاب بالعطش، بتصاب بالتعب، بالصداع، بالحمى، فآخر شيء تتمناه في الجزيرة أنك تصاب بمرض خطير. هذا المكان مزحلق. لازم اتوخى الحيطة والحذر. فآخر شيء اتمناه انه اصاب بمشكلة. الحين محرك للبحث عن معدات اقدر استخدمها واغراض من جرفة بسبة الامواج اقدر استخدمها للتعايش في الجزيرة. هذه الفلينة تساعدني، وهذا بطل الماي مهتري جدا قديم لكن يقدر يساعدني. فبحاول الحين احصل لي على اي شيء يقدر يساعدني للتعايش في الجزيرة. اني حصلت هنا كيس اسود، هذا الكيس اسود اقدر استخدمه لاشعال النار، اعتقد انه كيس زبالة. هذه فكثير من الامور تقدر تساعدك للتعايش في الجزيرة. حاول انك تكون هادي وقد ما تقدر ما تطلع في اوقات الظهيرة، لكن درجة الحرارة عالية فبتأثر عليك، فممكن انك تعطش. فحاول البحث عن اي شيء يقدر يساعدني لتخطي الازمة اللي انا فيها، وحاول ان اتعايش في العزلة هذه. هذه علبة ماء ثانية، بعض هذه بتساعدني بعد. يقدر بعد يساعدني لإشعال النار، لأن هذا يقدر يساعدني لإشعال النار لأن في مواد كيماوية فتساعد لإشعال النار. هذا سلطعون بيفيدني في الأكل، بس كيف بمسكه؟ بحاول استخدم العصا هذه، بحاول ان اغرسها في ظهره، بحاول ان اغرس هذه في ظهره. هذا بيساعدني الاكل، بحصل بعض الكارب والبروتين بيساعدني للحركه، او بحاول ان ادعس عليه. هرب، بحاول ان ادعس عليه مره ثانيه. اوكي دعست عليه، دعست عليه، اوه راح، ما بقدر اكل شيء منه، لكن بستخدمه كطعم. نعم بستخدمه كطعم، ممكن اقدر اصيد فيه سمك. انهرس، ما بيساعدني في الاكل، لكن بستخدمه كطعم بحتفظ فيه. الحين حصلت سلطعون، سلطعون هذا بحاول اني اسويه بطريقه ان السمكه تدخل الى البطن نفسه وما تقدر تطلع مره ثانيه. فبحاول اسوي الحركه هذه، لكن محتاج شيء حاد اقدر اقص فيه البطل. حصلت الزجاجه هذه، اعتقد انها بتساعدني، اني فيها ماي، بشوف هالماي صالح للشرب او لا، مش اتاكد ان هذا الماي يمكن صالح للشرب.
حصلت هذا البطل فبكسره وبستخدمه اني اقدر اقص فيه البطل نفسه. حاول اضربه على الشجرة هذه. اوف ما ينكسر. بحاول احصل لي شيء ثاني. ما طاح ينكسر. بحاول احصل لي شيء ثاني. نعم انه جدا قوي. اوف اوف شو هذا؟ بجرب مرة ثانية. انكسر. نفس ما تشوفون ذكرت المصيدة هذه. تدخل السمكة بالاتجاه هذا. تدخل السمكة بالاتجاه هذا. خلاص. بتكون في المكان هذا. هذه مصيدتي الجديدة. الوزن هذا بيساعدها ان تكون في قعر الماء. الحين ان شاء الله من التجهير ان شاء الله بنحط بطل اللي سويناه او المصيدة اللي سويناها في الماء ويمكن ان شاء الله نحاول نصيد لنا شيء. بنتأكد من اغلاق المصيدة باحكام. بنحطها في المكان هذا بس لازم نتأكد انها تثبت. لا تشوفونها تتحرك بالموج. بحاول اجيب لي شيء ثقيل واحطها عليه. اعتقد ان هذا شيء زين. بحط الوزن هذا عليه حسب انها ما تتحرك المصيدة. بحطها قريب من الطحالب هذه وبحط عليها الوزن. تشوفون الحين ثابتة فأمشي إنه ما تتحرك. خلني أحطها مع الموج بالطريقة هذه ونتأمل نحصل شيء. حطينا المصيدة ونتأمل إن نحصلنا شيء. فالحين بتجه إلى مكان ثاني وبحاول إني أسوي ماي أقدر أشربه. ماي البحر جدا مالح فبحاول احوله من ماء مالح مو صالح للشرب الى ماء صالح للشرب. فالحين بتجه الى البطولة اللي انا جمعتها وبحاول اقصها واسوي لها طريقة اني اقدر ابخر فيها الماء ومن عقبها يبدي يتكثف ويكون عندي ماء صالح للشرب. الحين عندنا اهم شيء الحصول على الماء. فعندنا طريقه جديده للحصول على الماء هي قطع الاناء من الاسفل وطويه للداخل ووضع اناء ثاني وهذا بيكون مدفون في الرمل. فيوم يتبخر الماء بيتبخر في المكان هذا. فيوم يتبخر في المكان هذا يبدي يتكثف ويتجمع عندي تحت. فاسوي له نفس الغطاء تحت عشان يبدي يتجمع. فالحين نفس ما تشوفون عندنا هذا البطل بنفتحه بالاسفل عشان نبدا نكثف الماي في المكان هذا وينزل عندنا في المكان هذا. وهذا بيكون مدفون في الرمل فيوم يتبخر الماي منه يتجمع الماي هني وينزل الماي هني ويكون صالح للشرب لان مياه البحر غير صالحه للشرب. بعد ما قصينا الطرف هذا بندخل الطرف هذا الى الداخل عشان يتجمع الماي في الاطراف هذه. بنقص الطرف هذا عسب يبدي يتبخر الماء من المكان هذا ويتكثف في الأماكن هذه وينزل عندنا على الأطراف هذه. فالحين بنغسلهم بنتأكد من نظافتهم وبنعبي هذا بعد بالماء. بس ما تشوفون خلاص جاهزات. الحين بنحرك وبندفنهن وإن شاء الله يستوي عندنا ماء ويتبخر. بندفنها في المكان هذا لأن الرمل هنا جدا حار والشمس جدا ساطعة على المكان هذا.
الماي المالح يسبب الديهايدريشن والجفاف، تسبب بعد للموت. بيبدي يتبخر الماي من المكان هذا ويتكثف في المكان هذا ويتجمع على الأطراف هذه، حتى لو كانت نسبة بسيطة بس بتكفيني. نفس ما تشوفون الحين، خلاص سوينا طريقة للحصول على الماء، الحين بنسوي طريقة ثانية للصيد، حسب اني اقدر احصل طعام يكفيني ليومين. فبحول هذا الى سلاح، او العصا هذه الى سلاح، وبستخدمها لصيد القباقيب. مثل ما تشوفون جدا حادة. الحين متوجه الى صيد القباقيب. الحين عندنا كثير من الحفر اللي تعيش فيها القباقيب، فبحاول الحين البحث عن قبقوب. اتوقع اني حصلت عش، فيمكن يكون فيه بيض او شيء، فالحين براويكم اياه. جدا مرتفع، واني شفت عش لطير، الحين بشوف اذا في بيض او لا. نعم في. اوف، لا لا تنكسري. اوه انكسرت على طرف. بس بعدها تفي بالغرض. انا الحين موجود في الماوى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فقلت خلني اكون في الماوى يكون افضل، على حسب اني ما اعطش وما اتعب. الحمد لله اليوم صدت كراب، بس ما تشوفون سلطعون هذا، يمكن لحمة خفيف بس بيكفيني، بيساعدني باستخدام السلاح هذا، فالحين ان شاء الله بناكله. من ينفتح الظهر طلع الاوساخ هذه، حسب ان انت ما تمرض، هذه كلها طحالب بس ما فيها مشكله، حسب بس تبعد نفسك من المرض، وتكسرها في النص بالطريقه هذه، بتحصل لحمه هني. تشوفون اللحم، بتكسرها بالنص بالطريقه هذه، بتحصل لحمه في المكان هذا. الحين بنحاول نشعل النار باستخدام الحطب والعصا، بنحط الحطبة على العصا بالطريقة هذه، وعقب نبدي ندورها بالطريقة هذه لمدة جدا طويلة. بدأت الحرارة عندنا ترتفع على الحطبة الرئيسية إلى ما نحصل القليل من الشعلة، والشعلة هذه بنستخدمها لإشعال القليل من العشب اليابس. بنستخدم العشب هذا ونضع فيه الشعلة البسيطة. الحمد لله شعلنا النار. أتمنى أن تستمر للصباح، لأن الحين الجو بدأ يبرد.
هذا هو صباح يوم الثاني. كانت ليلة جدا متعبة. أمس ما حصلت على طعام كثير، حصلت على بيضة، حصلت على سلطعون صغير. الحين بروح أشوف الحركة، حركة المصيدة هل فيها سمكة، وبروح أشيك على آلية تبخر الماء، لأن أمس قدرت أحصل شوية ماء من بطل قديم، فشربت الماء من البطل القديم فقدرت أستمر للحين. اسمه تشوفون شفايفي تقطعت من الحرارة من العطش. النوم مني كان جدا صعب، أمس كان في أصوات جدا مخيفة بالليل، حسيت أن حد يمشي حولي في الشلتر. الحين بروح وبتجه إلى الطرف الثاني من الجزيرة وحاول أني أغوص، وحاول يمكن أحصل لي على أسماك، أقدر أضرب أسماك بالعصا اللي عندي، وبحاول أسوي لي طريقة للصيد لأني أنا جدا جوعان، ما أكلت أي شيء غير شيء بسيط يعني، وبعد من أوراق الشجر. هذا هو اللي أنا سويته أمس. أتمنى أني حصلت ماي. لازم يكون ماي في الأطراف هذه بسبة بس ما تشوفون هني في باب تخثر الماء هني. هاي هي الطريقة اللي أنا حاولت أحصل فيها ماي. نفس ما تشوفون هني في تبخر للماء وتجمع الماء على الأطراف هذه. أحاول أرفعها شوي شوي. تشوفون حتى هني بعد مبين كان في تبخر ماء، بس هذا الماء اللي هني غير صالح للشرب، الماء اللي هني عندي صالح للشرب. نشوف كم جمعنا من الماء. نسبة جدا بسيطة، لكن بعدني بستفيد منها. حصلت نسبة بسيطة من الماء اللي عندي، فهذه بتساعدني كثير ان انا اتجاوز المهام اليوم بسويها قد ما اقدر. احاول اني ما اعطش نفسي اكثر واكثر. فبعض اوراق الشجر هني كان فيهن قليل من الماء على طرفهن، فقدرت اشرب شوي منهن. والحين عندي الماء اللي هني. ما تشوفون هني حصلنا حوافر أو آثار لحيوان، أعتقد أنه ثعلب، فبحاول أشوف هالآثار وين تديني، يمكن نقدر نصيد أنه ثعلب. في أثر جديد هني، ثعلب شكله من قريب دخل هذا المكان. الطريقة الوحيدة اللي أنا طلعة أن أحط نار وأخليه يدخل دخان داخل فيختنق ويطلع على طول، وأسوي له مصيدة في المكان هذا. ما حالفني الحظ الحصول على ثعلب، جربت جميع الطرق ما في. اتوقع انه يمكن حفرة قديمة. نفس ما تشوفون الحين بحاول اغلي الماي هذا، من بعدين بحط ان شاء الله البطل هذا فوق بالطريقة هذه، عسب التبخر يجي كله في هذا المكان ويتخطر عندي ويدخل عندي في الاطراف هذه، فعوي الاطراف الى الداخل. بس لا تخاف، اذا حطيت البطل البلاستيكي للماء على النار ما بيدوب، اذا كان في ماء مستحيل يدوب، اما اذا ما في ماء نعم بيدوب. بحطه واحط الجمر حوله وخلاص، اخليه لين ما يفور، من يفور اسكره بالطريقه هذه فيتجمع عندي تبخر الماء في الاماكن هذه وتنزل على الاطراف. اوكي،
نفس ما تشوفون عندنا الحين ماي، وهذا الماي صالح للشرب. الحمد لله قدرت احصل على ماي، بس بعدني بخلي. الحين انا بتجه حول الجزيره بالقارب للبحث عن شيء اكله او ماء، فالحين بتجه للطرف الثاني من الجزيره، مدخل هذا. حاول تدور سلطعون او اسماك صغيره في المكان. مزين الحمد لله صرت لي سلطعون واحد وحجم زين، يعني بيفيدني. بعدني بحاول بحث عن اكثر، لكن ايد وحده ما في، ايد الثانيه موجوده، لكن هذا شيء زين. حاول انه يهاجم، حاول انه يهاجم، حاول انه يهاجمني. لكن المنسوب الماي بدأ ينزل. الحين أنا علقت في هذا المكان، شوفون ماشي ماي، ماشي ماي. حال أسحب القارب. ماشي ماي أبدا. منسوب الماي قل كامل، لكن في ماي قدامي احاول اصل اليه. ماشي ماي، هنسوب الماي قل، هبوصل بس الجزيرة. بروح احاول نصيد لي شيء، اشوف هني بعض الاسماك الكبيرة من جمعة، فبصير احاول نصيدها. في الكثير من الطيور هنا، منها اللقلق، منها الفلامينغو، والكثير من الطيور. فالحين بنكون شوي حذرين في الصوت، وبنحاول نصور لكم شوي أقرب إلى هذه الطيور، ونستكشف أكثر هذه الطيور. فقدامي الحين تقريبا سرب كبير من الفلامينغو، وعلى يساري عندي اللقلق. فبكون أنا هادي وأحاول أتقرب شوي شوي.